أشياء حبوا بعض مكملين، ولا كل حب ما بين روحين بيعيش سنين. عشاق كتير في الدنيا عاشوا اتنين حبايب، وفي النهاية اختاروا يمشوا في سكتين. مش كل عشاق حبوا بعض مكملين، ولا كل حب ما بين روحين بيعيش سنين. عشاق كتير في الدنيا عاشوا اتنين حبايب، وفي النهاية كان عندك ليلتها بيعمل ايه بقى؟ مش هقدر اتكلم. سبق وبلغت حضرتك دي اخلاقيات مهنه، وسبق وبلغتني برضو اني في استثناء للحالات الجنائيه اللي احنا فيها دي. انا ما بنساش يا دكتوره، وذاكرتي حديديه، عشان كده بلغت حضرتك ان سميح كان عندي. لكن ليه وبيعمل ايه؟ اعتقد ان ده مش هيفيدكم. استاذ سميح، ايه علاقتك بوليد عزمي؟ ريام حكت لي عن اللي كان بيعمله معاها وبتزيزي ليها كل شويه، دي كل علاقتي بيه. انت عندك فكره ان احنا لقينا وليد من شويه مقتول في الورشه بتاعته؟ لا، ما عنديش فكره. كريم الشهاوي ماله؟ مختفي من بيتهم بقاله اسبوع، محدش عارف له طريق، واهله بلغوا البوليس بس محدش عارف يوصل له. ليه؟ انت عملت فيه ايه؟
يمس شعره منك لازم يعرف انه غلط غلطه كبيره قوي لازم يتحاسب عليها. عملت ايه فيه يا عمر؟ انا مش فاهم. طب انت ما قلتش الكلام ده ليه؟ يعني يا استاذ انت متهم بقضيه شروع في اكل. ثقافه مجتمع. نعم يا اخويا. سمعه زي دي لو طلعت عليا ممكن تضر بالشركه اللي انا برؤسها ماليا. يعني انت لما تتعالج نفسيا ده يضر بالشركه ولما تتهم في قضيه قتل عادي؟ انت مصدق الكلام انت بتقوله ده؟ انت حاولت تنبهيني كتير لدرجه انك طلبت مني الطلاق اكتر من مره، بس انا كنت بعاند واركب دماغي. صعبتها عليك وعليا. مش صعب عليك تاني. ياسين وحشني يا برو. دي اخرتها يا صاحبي؟ اخرتها ايه يا عم؟ انا عملت حاجه؟ تضربني في ظهري وتقول عملت حاجه؟ اضربك في ظهرك ايه يا ابني؟ ايه الكلام ده؟ اقعد بس اقعد ريح كده يا عم واهدى كده. في ايه يا عم؟ دي بنتي. بنتك ايه يا عم؟ تقصد ايه؟ بتكلم على الندى. هي مش البرنسيسه برضو اشتكت لك مني؟ مين ده اللي اشتكى يا عم؟ محدش اشتكى لي على فكرة. بعدين بنتك مالها؟ كل خير. البنت رجعت لحضن ابوها. تقصد تقول انك خطفتها يعني؟ خطفتها ايه يا سيدي؟ بقول لك ندى بنتي رجعت لحضن ابوها. بنتك يا طارق لازم تقعد مع امها لان هي لسه في حضانتها. بعدين طول ما امها ما اتجوزتش يبقى غصب عنك لازم هي تعيش معاها. والله يا سيدي يعني ممكن ليلى تصحى الصبح بدري كده وتروح المحكمة وترفع قضية وربنا معاها يعني. انت هتلعبها كده يعني؟ طب بنتك بقى مش صعبان عليك؟ صدق عيب يا ياسين. انت ليه محسسني كأن انا بعزل البنت ولا بطفي السجاير في جسمها؟ بقول لك بنت يا بني ادم. استعبط يا لا، بتضحك على نفسك؟ هو انت تقدر تربيها؟ يا عم ولا هي تعرف تربيها. انا بشتغل هي بتشتغل. ثم البنت دلوقتي قاعدة مع اختي انجي. وانت عارف انجي يعني مش متجوزة فبتعامل البنت كأنها بنتها. انما لو ليلى رجعت لك قشطة كله تمام. الله ينور عليك. يا البنت تعيش معانا احنا الاتنين يا تعيش معايا انا لوحدي، يا اما انا هاخد البنت واسافر. بتلوي دراعها يعني؟ عايز تاخد بنتك وتهرب؟ سميها زي ما تسميها، اهو ده اللي عندي. الا بالحق يا ياسين، هو انت كنت جاي ليه؟ كنت جاي لك بخصوص الحركة الواطية اللي عملتها انت وسميح. عندك حق يا ياسين. انا يعني ما تشيلنيش الموضوع كله لان انا مش لوحدي. اخوك ياسر كمان كان معانا. طبعا. اذا كان اخويا بعني صاحبي مش هيبعني؟ ياسين ما تدخلش الصحوبيه في الشغل. وتفتكر بقى بعد النهارده نفضل صحاب؟ انا عن نفسي بيس. انت بقى دي حاجه ترجع لك. أنا عن نفسي كمان شايف إن إحنا هنبقى أصحاب أوي وأكتر من الأول. عارف يا ياسين أنت مشكلتك إيه؟ مشكلتك إنك حساس أوي. معاك كلها. ندى فين؟ موجود. عايز أشوفها. الحاجة الوحيدة اللي طارق كان عنده حق فيها انه ما ينفعش كل ما يجرى لي حاجة اجري وعيط لك يا ياسين. والنبي بطل لنا الكلام الخايب ده، على اساس يعني ان انا واحد غريب؟ بس انا مش هسيبه، انا سألت عن محامي وهروح بكرة ارفع عليه قضية. محامي ايه يا مجنونة؟ انت في ايه؟ الموضوع مش مستاهل على فكرة. انا رحت معاه عند ندى بنفسي النهاردة وطمنت عليها. طب وهي كويسة؟ اكيد زمانها مقطعة نفسها من العياط عليا. ولا بتاعت ولا حاجة، وكويسة وزي الفل. وبعدين انت مجنونة؟ دي مع ابوها. ايوه ابوها اللي حفي وراكي عشان ترجعي له وانت قلتي لا. هو انا مكتوب عليا عيد وزيد كل شويه في نفس المعلومه؟ عشان تصدق ودانك ما تسمعيش غير صوت نفسك. اشربي بقى. متشكره قوي يا ماما، وانا ما اقدر اوافدك جنبي دي بالدنيا. يا جماعه استهدوا بالله، استهدي بالله يا طنط. على فكره ماما معاها حق، اهدي. هي ايام صعبه علينا كلنا. يومين ان شاء الله يا ليلى وهجيب لك ندى لحد عندك. مش هرجعها يا ياسين. بنته
بنته مين يقدر يلومه؟ ما انا عارفه كلمتي بتقف على الزور، انا سايبها لكم ماشيه. يا طنط خليكي معانا، رايحه فين؟ يا شيخ بلا معاك وبلا بتاع. خلاص بقى تهدي بقى، في ايه؟ انت لازم ترد على كل كلمه يعني؟ ما تسيبيها تطلع اللي في قلبها. ياسين اوعدني انك ترجع لي ندى تاني. اوعدك ان شاء الله ارجعها لك. يعني ايه؟ امي فاكراني لسه عيل صغير راح من ورايا تصلح غلطتي؟ انا اسفه يا بيبي، انا اسفه بجد ان انا نكدت عليك، بس هو برضو ما كانش ينفع تجيلي على البيوتي سنتر وما احكيلكش. انا اللي اسف ان انا حطيتك في موقف سخيف زي ده، وليه كلام تاني معاها لما اروح البيت. لا 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 يا بيبي، كفايه المشاكل اللي انا عاملها لك في حياتك، كفايه اللي حاصل بينك وبين ياسين. انت عايز تعمل مشاكل كمان مع مامتك وبسببي؟ لازم كل واحد يقف عند حده، ولازم كلهم يفهموا ان انا باخد قراراتي بنفسي. كفايه عليهم قوي اللي ضيعوه من حياتي لحد دلوقتي. بصراحه يا بيبي هي زيارتها ليا غيرت وجهه نظري في حاجات كتير قوي. ازاي يعني؟ حاسه ان هما بيتحكموا فيك زياده عن اللزوم، قصدي كانوا متحكمين فيك، وان انت لازم تاخد قراراتك بنفسك وتنفذها. بصراحه انا وانت نستاهل بعض، نستاهل نعيش في سعاده. هو ده اللي انا كمان نفسي فيه. انا موافقه ان احنا نتجوز. ايه انتي بتتكلمي بجد؟ ايوه. طب يلا ننزل حالا قبل ما تغيري رايك. يلا حالا حالا. ايوه حالا. عندك فستان فرح ولا نشتري واحد؟ اهلا. معلش يا ليلى انا عارفه ان الوقت متاخر. لا متاخر ولا حاجه. ايه مالك في ايه؟ انت معيطه ولا ايه؟ اتخانقت مع سميح، ما لقيتش طبعا مكان اروحه غير هنا، ما انت عارفه بقى اللي فيها. انت تشرفي في اي وقت، تعالي. ينفع اقعد عندك لحد بكره بس وهظبط اموري بعد كده. يا بنتي ده بيتك، تعالي. طيب تعالي احكي لي ايه اللي حصل. البيبي شك فيا انا وياسين، بعت واحد يراقبنا بيسجل لنا مكالماتنا. تخيلي ازاي يعمل كده؟ انا مش مصدقه نفسي. ولا انا مصدومه في سميح، انا لولا اني سمعته بودني ما كنتش صدقت. طب اهدي بس اهدي. لا مش ههدى، هو بيعمل كده عشان عارف ان انا ما عنديش اهل فبيبهدلني، هو قصده هو مش عايز ينسى. أكيد ده سوء تفاهم وهيتحل، اسمعي مني. لا مش سوء تفاهم، أنا مش عايزة أعيش معاه، مش عايزة خلاص. أنا عايزة أتطلق. إيه؟ عايزة أتطلق، إيه يعني الأول ولا آخر واحدة تتطلق؟ ريهام؟ أهلا. أنا عارفة إن أنا جاية في وقت مش مناسب. خير؟ أصل أنا لما ما بلاقيش حد جنبي ما بفكرش غير فيك. انت اتخانقتي تاني مع سميح؟ سميح طلق. مش عارفه ليه اتفاجئت، يمكن عشان ما كنتش متوقعه، او عشان كنت دايما بطلبها منه وما بيرضاش، مش عارفه. طب خشي خشي. انا باجي دايما الخبط لك الدنيا، انا اسفه. ما تقوليش كده. عموما ان شاء الله هتبقى اخر مره. ليه انت هتروحي فين؟ انت مسافره؟ مش معنى يعني مسافره، يمكن عشان شفت كابه معاكي الشنطه. انت في حاجه عايزه تقوليها لي ومخبيها عليا؟ لا لا خالص، ده بيتك ومطرحك يا ريري، واحنا دايما هنفضل صحاب واخوات. طبعا هخش اجهز لك الاوضه. ها معلش بقى يا دكتور، نزلناكي في البيت وجبناكي على المكتب في نص الليل كده، بس كده الطف ان نتقابل في مكان عام، ولا كنت جيت لك البيت كان زمان الدنيا اتقلبت؟ الدنيا مقلوبه من اول النهار يا سياده المقدم. ليه كده خير؟ هو حضرتك مش واخد بالك انك خليتني افضل في المستشفى طول اليوم جنب ياسين، وفي الاخر هما كلمتين كانوا ممكن يتقالوا في التليفون. والله يا دكتور انا قلت القعده في المستشفى ارحم من القعده في القسم، يعني مجرمين او باشو. كان يا دكتورة انت كنت كلمت من الاول وقلتي كل اللي عندك، ما كنتش شفت وشي تاني اصلا. حضرتك اصلا ما سالتنيش عن سميح عشان اجاوبه. ومش هسالك عن سميح، خلينا في ياسين. طب اوفر عليك السؤال، هينا ما اعرفش ياسين جالي ليه اول ما فاق من الغيبوبه.
أي بس انت دكتورة بس ما شاء الله عليكي يعني ذكية ولماحة، أكيد عندك أي استنتاج. ما عندكيش أي استنتاج. طيب يبقى نرجع بقى نتكلم تاني من الأول عن آخر مكالمة بينك وبين ياسين. ممكن تقولي حصل فيها إيه بالظبط؟ أنا بلغت حضرتك إنها بخصوص ياسر. بخصوص موضوع إدمانه. إيه تاني بقى؟ بس. لا مش بس يا دكتور. أكيد مش بس. يعني ما قالكيش قاله مثلا يا دكتورة ما سألش عن صحتك عن أخبارك. طلب مني حاجة ما قدرتش أخدمه فيها. طب ما هو. إيه هي بقى الحاجة دي؟ سجلات مرضى. إيه اللي أنت عايز تشوفها يا ياسين؟ مستحيل طبعا. يا أمنية ما بقولش سجلات، أنا عايز بس كشف بأسماء النزل اللي كانوا عندك الشهر اللي فات. أنت عارف في كم نزيل مش عايز حد يعرف إنه بيتعالج؟ ياسر نفسه كنتوا مخبيين عن الناس كلها وقايلين إنه مسافر. والله العظيم عارف ومقدر، بس أرجوكي دي خدمة عمري ما هنساها لك. معلش يا ياسين متأسفة مش هقدر. حتى لو قلت لك يعني الموضوع ده هيبقى سر بيني وبينك؟ حتى لو قلت كده. أبوس إيدك يا أمنية، حطي نفسك مكاني. الموضوع ده هيساعدني إن أنا أوصل لحقيقة موت أبويا. ازاي يعني مش فاهم؟ يعني كشف الاسماء اللي عندك هيساعدني ان انا اوصل ان اللي حصل مش مجرد حادثه والسلام، لا دي حادثه مدبره وبفعل فاعل. ازاي كشف النزلاء اللي عندي في شهر هيخليك تثبت ده؟ الموضوع اصله كبير قوي مش عارف اشرحه لك في التليفون. استاذ وجدي اتفضل. خلاص ماشي. اوكي كده امنيه زي ما اتفقنا. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسف كنت جاي في وقت مش مناسب. لا لا كتر خيرك انك جاي في الوقت ده اصلا. اتفضل. شكلها هتمطر. الكلام ده ما اتقالش قد كده ليه يا دكتوره؟ عشان ما كنتش متاكده اذا كان ياسين بيتكلم بجد ولا لا. حضرتك عارف ان احنا في مستشفى اكيد مش هتولع السيجاره. اتاخر عليا وقتها ولما جيت امشي لقيت حضرتك بتقولي انه اتضرب بالنار. طب وايه الموضوع بيتكلم جد دي؟ انت متوقعه ان ياسين هيهزر معاكي مثلا في موضوع زي ده؟ طب تقدر حضرتك تقولي ايه العلاقه ما بين كشف النزلاء اللي عندي وما بين موت والد ياسين؟ معرفش بس يعني مش هفضل قاعد. هحاول اعرف. اكيد النهارده بالليل هيبقى عندك 2 ظباط من عندي هيفروا سجلات المرضى لغايه ما يوصلوا الحل. بس سيادتك مفيش بس يا دكتوره، لازم النيابه هيبقى معاهم. الموضوع متعلق بروح بني ادم يا دكتوره، مش بني ادم واحد اتنين، ياسين وابوه. اللي تشوفه حضرتك كده يبقى في نقطتين مش واضحين. نقطتين ايه؟ لا الكلام مش موجه ليك يا دكتوره. عايزك اتجوزها؟ ايوه انا وابوك كلمنا معاه، ضغطنا عليه مفيش فايده مش عايز يطلعها، وكان لازم اجي لك اقول لك ما ينفعش تعرفي حاجه زي دي من بره ولازم نتصرف بسرعه. ازاي ياسر يعمل حاجه زي كده؟ لو شفتيها هتعرفي. انا شفتها مرقعه، عرفت تلعب عليه لغايه ما وقعته. اما كلمت نرمين قلت لها نزوه وهتعدي. اخوها كلمها قال لها نفس الكلام. دلوقتي هقول لها ايه؟ اتجوز ومش عايز يطلعها؟ كان لازم ناخد بالنا بدري عن كده، كان لازم نتصرف بسرعه. هنعمل ايه يعني؟ هنحط ياسر في امه؟ هو عقله فين؟ ازاي ما فكرش في مراته وابنه وبيته؟ بص يا سوسن، انا متاكده انه لما هيلاقينا كلنا واقفين قصاده هيرجع لعقله وياخد القرار الصح. ساعتها كمان بقى نبقى نفوق للي بيعمله سميح. سميح بيعمل ايه؟ ما عندكيش فكره ان هو اشترى شركه الاعلانات؟ ما عنديش فكره. سميح بيلعب لعبه كبيره، خطر علينا كلنا يا سوسن، بس مش وقته. خلينا دلوقتي في نرمين وياسر. انا عن نفسي كلمته وقلت له يجي يعتذر لها وزمانه على وصول. يجي يقول لها ايه؟ سامحيني انا اتجوزت؟ ده لو عرفت بالخبر ده هتصمم على الطلاق اكتر، ومحدش يقدر يقول لها لا ساعتها. انت من ناحيتك تكلمي سميح، انا عارفه كويس ان هو له كلمه كبيره اليومين دول على ياسر. سميح له كلمه على ياسر اكتر من ابوه؟ ايوه انا عارفه بقول لك ايه. للمره المليون يا ياسين شيل موضوع طارق ده من دماغك، الراجل ده مش هيجي غير بالقانون. انا قلت اقول لك بس قبل ما اروح للمحامي. قانون ايه ومحامي ايه يا هبله انت؟ ده طارق تعبيطه. انت عارفه بيه على عياله وبعدين على مفيش. ما قداميش حل تاني يا ياسين، وبعدين مش هسيب له البنت لغايه ما اجيب لها حاله نفسيه تاني. انا طول الليل مش عارفه انام وانا حاسه انها بتعيط وعايزاني. يا بنتي انت انا مش قلت لك اديني يومين؟
وبعدين تعيط ايه وهبل ايه؟ ده ابوها يعني اكيد مش هيأذيها. مش قادره استنى تاني ياسين، وبعدين انت كتر خيرك قوي، خليك في اللي انت فيه. المهم بقى انا ستك كنت هقول لك ايه، ريهام بايت عندي من امبارح وعلى اخرها، مش عارفه ايه اللي حصل لها، اول مره اسمعها بتتكلم عن الطلاق. طلاق؟ جننت دي ولا ايه؟ ما تعقليها. حاولت والله، بس بصراحه عندها حق، سميح حطها في موقف ما تحسدش عليه. تخيل انه بيراقبكم ومسجل كل المكالمات انت وهي. بيراقبنا احنا الاثنين؟ انت بتتكلمي جد ولا بتهزري؟ لا بتكلم جد. يا ابني مجنونه سميح، الواد ده اتجنن ومحتاج لي عقله. وبيني وبينك بقى مفيش غير حل واحد. هتقولي عليه ولا هتنفذه الاول زي عادتك؟ لا زي عادتي. بقى أمنية، معلش بعد إذنك ممكن أقابلك دلوقتي حالا؟ طيب أوكي، خلصي وكلميني. شكرا. إيه الكلام الغريب ده؟ غريب إيه يا أمنية؟ كلامي واضح. عشان ما فكرتش في الكلام قبل ما تقوله، كلامك رد فعلي مش فعلي يا ياسين. والنبي يا أمنية، والنبي، كفاية بقى مكنة التحليل بتاعتك دي بقى، خلينا نفكر في موضوعنا ومصلحتنا. وإيه مصلحتنا إن إحنا فجأة نحدد ميعاد الخطوبة والشبكة؟ وازاي تاخد قرارات لوحدك؟ وليه ما بلغتنيش قبلها؟ انت غريبه قوي، هو انا كنت بكلم واحده غيرك ولا ايه؟ احنا مش اتفقنا ان احنا نقرب من بعض شويه وندي لنفسنا فرصه؟ ولا انت الفرصه بالنسبه لك دي 10 سنين؟ كنا بنتكلم عننا احنا الاثنين، مش عنك لوحدك يا ياسين. انت عايز تقولي يعني ان احنا ما ينفعش لبعض؟ مش ده الموضوع دلوقتي. في حاجه مخليك عايز ترتبط بيا شخصيا غير انك تكون مقتنع بيا انا؟ تكونش عايز تثبت لحد انك مش في علاقه فعشان كده جاي ترتبط بيا؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انا بس قلت ان احنا شبه مرتبطين يعني، فالموضوع يبقى رسمي. عشان كده تلبس دبل وانا ابقى مجرد اداه لنفي علاقه تانية؟ بجد انت شايفني كده يا ياسين؟ انا مجرد اداه؟ ايه يا امنيه، انت كبرتي الموضوع كده ليه؟ انا مش عارف اللي بتقوليه ده. شفت انك مش عارف تنفي اللي انا بقوله؟ طب يا امنيه انت صح، بقى لها ارتباط اصلا. شكرا ياسين. اهدى على نفسك يا ياسين، عشان الاندفاع اللي انت فيه ده اكيد نتيجته مش هتبقى كويس. وان شاء الله يا ست الدكتوره نتيجته هتبقى ايه؟ الله اعلم، بس اللي متاكده منه انها مش هتبقى كويسه ابدا. متشكر على النصيحه. يعني انا بعت لك البنت يا انجي عشان تبعتها لي وتقولي لي مش قادره عليها. يا ست ما طبيعي انها تعيط. بنت البني ادم الوحيد اللي شافته في حياتها هي امها. 6 سنين عايزاها يعني تنساها ازاي؟ يا مش متعصب يا انجي، انا مش متعصب. فين بقى الكلام بقى اللي عماله تقوليه؟ ما تقلقش يا طارق والبنت في عينيا ومش عارف ايه. لا تمام تمام، ماشي ماشي يا انجي ماشي، بس خليكي فاكره ها؟ مردود لك. سلام 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 سلام. الزبون اللي جوه. ايه يا حبيبتي؟ ايه يا روحي؟ اروح لمامي. يا ندى حبيبتي، لسه ماما مكلماني دلوقتي وقالت لي خلي ندى معاك لحد ما اخلص واجي اخدها. يا سيدي معلش كده امبارح. يا ندى يا حبيبتي، يعني هتصدقي ياسين وتكلمي بابا؟ مش بابا ده اللي جاب لك كراسه الرسم واللعب؟ صح؟ انت وحش، انا مش بحبك. يا نودي يا حبيبتي، انتي من امبارح عماله تقولي مامي مامي مامي. اقول لك على حاجه؟ مفيش مامي. انا عايزه مامي. نودي اهلا. روح انت يا حبيبتي. مساء الخير يا مدام ليلى. اهلا وسهلا. معلش انا عارف ان انا جاي في وقت مش مناسب، بس الصراحه كان عندي سؤالين واجابتهم عندك، وانا مش هعرف انام غير ما اعرف الاجابات دي الصراحه. هو انا مش هون عليا انك ما تنامش بالليل، اتفضل. شكرا. بس على الله يبقوا كلمتين. يعني ايه مش لاقيين؟ في حد شافها عند اخته في التجمع؟ اه. طب والمعرض؟ مدحت باشا، انا عرفت ان انتوا قلبين الدنيا عليا. عمر
انا مش هطول عليك، انا عارف قد ايه انت تعبانه النهارده. والله مش انا لوحدي، كلنا تعبانين، حتى حضرتك شكلك مجهد جدا. لا انا ما بتعبش، ما بزهقش من شغل، هي ميزه بس بيني وبينك ساعات بيبقى عيب. ربنا يقدرك. كنت بتقول عاوز تسالني سؤالين. اه صحيح، احنا اتكلمنا قبل كده في الاسئله دي، بس انت كنت بتقولي ردود فيها اي كلام. ليه مسحت سجل مكالماتنا على موبايل ياسين؟ مين اللي كلمه وما كنتش هتقدر نعرفه؟ اقول لك انا مين؟ مدام ريهام. كلمته قبل الحادثه بدقايق ويمكن بثواني. هو ده اللي ما كنتش هتقدر نعرفه. بغيت على الاقل متاكدي من ياسين. اتاكد من ايه؟ ان كان علاقه بيها مثلا من ورا ظهرك. بص انا عارف ان الكلام ده يضايق، بس يعني انا قلت نفس الكلام ده لسميح قبل منك. وفي شغلانتي دي الكلام مباح عادي. السؤال التاني بقى ليه علاقه مهمه جدا بالسؤال الاولاني. طبعا انت فاكره القلب اللي عندك في العربيه، واكيد فاكره انه يخص ريهام ايام كانت مرتبطه بياسين زمان. طبعا فاكره انك اكدتي انك ما شفتيهوش قبل كده. كدبت عليا ليه يا مدام ليلى؟ وهكدب عليك ليه؟ عشان تداري الخناقه اللي حصلت في عربيتك بينك وبين ياسين او بينك وبين ريهام لما عرفت ان هم رجعوا لبعض. بص، من حقك تفترض اللي انت عاوزه، ومن حقي انا كمان انفي. انا مش جاي العب معاكي. انت خدتي قرارك لما عرفت ان ياسين رجع لريهام، صح؟ يعني انت كده بتتهمي ان انا اللي ضربت ياسين بالنار. حطي نفسك مكاني. ليا حق افكر كده ولا مش من حقي؟ لا مش من حقك، لان انا قلت لك ان سميح مريض، وقلت لك ان كل اللي حكاهولك عن علاقتي انا وياسين هي اوهام في دماغه مش اكتر. وبعدين هو سيبتك ازاي مدي لنفسك الحق انك تقعد تتكلم علينا كده ومش عامل اي اعتبار لسمعه الناس؟ وانا المفروض اعتذر؟ مش ليا بس، والليلة كمان. ويلي ده. طيب انا دقيقه وجايه لكم. ها، انا مش همشي على فكره غير لما اعرف اجابه السؤال. ايوه يا مدحت. ايوه يا باشا، طارق الشيمي. مسكتوه؟ هو اللي جه وسلم نفسه يا باشا. انت مصدقه التخاريف اللي الضابط بيقولها دي؟ مش هتفرق. لا طبعا هتفرق. مش مستاهله لا دفاع ولا تبريرات. من حقكم انكم تدوروا على بعض. جوازي انا وياسين كان غلط من الاول، وكالعاده انا اللي بدفع الثمن في الاخر. والله العظيم انا ما عايزه اخرب بيتكم ولا اخطفه منك. عارفة اللي بيحصل أقوى منك ومنه، بس أنا مش سميح. لو كان جاي ياسين وصارحني كنت هفهمه. طب كنت تعالي وقوليلي، كنت خليتوني حافظ على اللي فاضلي من كرامتي، وأظن ده من حقي. عموما خلاص الوقت اتأخر على الكلام ده. أنا آسف. محدش بيعتذر عن مشاعره. طب انا جاي لك يا مدحت. الله، انت رسمك حلو قوي. ده انتي؟ لا دي مامي. وايه البتاع اللي في ايديها ده؟ ده المسدس اللي انا شفته في حاجات مامي، ومامي شالته تاني عشان ما يعورش حد، ونانا اترعبت قوي. ممكن ما تقوليش لحد عشان هي مامي قالت لي ما تقوليش لحد. لا مش هقول لحد طبعا. ندى، فين عمو اللي كان هنا؟ مشي. أنا حذرتك كتير، أديك شايف النتيجة بعينك. كل شيء ممكن يتصلح. للأسف مش كل شيء. البني آدم اللي راح عمره ما يرجع. بابا مش أنا اللي ضربت ياسين بالنار. أنا ما بتكلمش على ياسين، أنا بتكلم على منير صاحب عمري. منير اللي مات بعد ما شاف كل حاجة عملها بتروح وتنهار قدام عينيه. ممكن منير مات في حادثة عربية قدر. أنا كمان كان ممكن أروح فيها قدر بعد ما عرفت كل اللي عملته في الشركة. اديني بتعالج اهو من كرر اللي حصل لي لغايه دلوقتي. ولا هيك تكون نسيت؟ ما نسيتش يا بابا، بس كنت بعمل اللي كنت شايفه صح ساعتها. يا رب يا رب يا سميح تكون رجعت نفسك.
ايوه يا ماما رجعت نفسي، هبتدي صفحة جديدة. قالوا لي ان الهام كانت خارجة شايلة الشنطة، انتوا اتخانقتوا تاني؟ اتخانقنا يا ماما، دي هتكون اخر خناقة، مش هتحصل تاني ابدا. وبعدين؟ ولا قابلنا يا سيدو، نقلنا على هنا جري والدكاترة قالوا لي ان عندها اصابة كبيرة في الكبد ولازم يتنقل لها فص كبد فوري. كارثة يا ياسين كارثة. حول ولا قوة الا بالله. وهي فين دلوقتي؟ في أوضة العمليات. مستني التحاليل عشان ياخدوا فص الكبد منه. بتعمل ايه دلوقتي؟ طب الدكاترة قالوا لك ايه؟ ان شاء الله هتبقى كويسة؟ يا رب يا ياسين. انا عندي كلام كتير قوي عايز اقوله لك بس انا عارف انه مش وقت. عارفه، هي دي اخرة العند يا اخي. عايز تعند يعني؟ اعند مع مراتك، اعند مع اي حد، بتعند في بنتك، انت مجنون. ربنا بس يقومها بالسلامه يا سيدي، وانا هعمل اي حاجه هي عايزاها هي وليلى. انا خدت عهد قدام ربنا ان انا بجد مش هزعلهم تاني، بس تقوم بالسلامه يا سيدي. ليلى بنت سيبها تعمل اللي هي عايزاه. انت اللي عملت فيها كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. لو جرالها حاجه مش هسامحك ابدا. دي مخبوطه بعربيه، البيه خدها يومين ورجعها لي جثه. ستي اسال الله لك مالك، ان شاء الله هتبقى كويسه. ايه دي؟ ايه دي؟ انت تحرير كلايت ودكتور. حاضر. للأسف يا أستاذ طارق، نتيجة التحاليل طلعت سلبية. ازاي يا دكتور؟ واضح إن إفراطك في شرب الكحوليات عمل خلل كبير في وظائف الكبد عندك، وبالتالي مش هينفع ننقل فص الكبد بتاعك للبنت. طب ما تنقلوه مني أنا يا دكتور. للأسف برضه يا مدام مش هينفع، أنا عرفت من أستاذ طارق إن فصيلة دمك إيه نيجاتيف، يعني مش هينفع تستقبل منك. طب وبعدين إيه الحل؟ أنا شايف يا جماعة إن إحنا نتحرك وبأسرع وقت ندور على متبرع قبل ما الحالة تسوء عن كده. احنا بنسابق الزمن يا استاذ طارق. طب انا يا دكتور ممكن تعملوا لي التحاليل اللازمه وتشوفوا ان كان ينفع تستقبل مني ولا لا؟ هو حضرتك قريبهم؟ لا صديق. عظيم، كده يبقى نعمل تحليل الانسجه ونشوف تطابقها ما بينك وما بين البنت عامل ازاي. بس انت متاكد من قرارك ده؟ العمليه خطيره ومش سهله. متاكد يا دكتور، ندى بنتي زي ما هي بنتهم بالظبط. خيرة الله، كده يبقى نعمل التحاليل. احتاج بس من حضرتك اقرار بمسؤوليتك عن العمليه. اتفضل معايا. مش فاهمه يعني هي كويسه دلوقتي؟ طيب طب انا هنزل واجيلك دلوقتي. مش هينفع اسيبك انتي وندى لوحدكم، برضو مش هينفع اسيبكم. انا هنزل دلوقتي اجيلك، ما تقلقيش مش هجيب سيره خالص طنط رجاء. ها انا ربع ساعه هكون عندك، مسافه السكه بس. يلا باي. عندي ليكي خبر كويس. خير؟ نتيجه التحاليل طلعت ايجابيه، وإن شاء الله أخش العمليات كمان شوية. بجد؟ بجد. هياخدوا مني فص الكبد ويزرعوا الندى، وإن شاء الله هتقوم وتبقى زي الفل في خلال أسبوع. فعلاً هتعمل كده يا ياسين؟ أيوه فعلاً. لما كنت بقول للدكتور ندى بنتي ما كنتش بهزر. كنت بعنيها كويس. وأنا روحي في ندى. عارفة. انت عملت كتير علشاني وعلشانها قبل كده، والله العظيم لو تراجعت عن قرارك دلوقتي انا مش هزعل. بس يا بنت هبه، انت مفيش حاجه تغلى على ندى. انا متاكد تماما لو انا كنت مكانها ما كنتش هتاخري عليا. انت ايه مالك سكت ليه؟ كنت تستندلي ولا ايه؟ لا طبعا، بس مفتكرش لو عرفوا عندك في البيت هيسيبوك تعمل كده. بس
اهم حاجه دلوقتي تدعي لنا وهي نقوم بالسلامه. يا رب يا رب. الحقيقه الاعتذار المره دي مش هيبقى له اي معنى. انا اعتذرت مرتين قبل كده ورجعت لنفس التصرفات. كويس انك عارف. قبل ما اجي هنا قعدت مع نفسي وفكرت كتير. ليه اللي بيحصل ده مستمر؟ مع اننا توعدنا انه ما يحصلش. بس اجابة السؤال دي عندك انت مش عندي انا. يا جماعة عندنا احنا الاتنين يا ريهام. فكرت بهدوء ولقيت ان حياتنا فاضية. بقالنا حوالي سنتين متجوزين. وده الوقت المناسب ان يبقى عندنا ابني يا ريهام. شايف ان غريب قوي انك تفتح معايا موضوع الخلفة واحنا في الظروف دي؟ ريهام بصي زي ليلى وطارق عندهم ندى. احنا برضو لازم حاجة تربط بيننا تشغلنا تحسسنا بالأمان. هو ده اللي هيخليك تبطل تشك فيا؟ الخلفة؟ صدقيني ده من حبي ليكي. خوفي انك تضيعي مني. سميح انت لو بتحبني وبتغير عليا انا مش هبقى زعلانة منك. انت بتشك فيا. بتشك فيا مع ياسين. انت بتفسر كل تصرفاتنا على انها حاجة غلط في دماغك. يمكن عشان انا لسه منسجل القصة القديمة. بس مع الوقت كل حاجة بتنسي. افرض ان ده ما حصلش، انا هعمل ايه؟ احنا بكرة هنروح الدكتور. ونشوف ليه الحمل متأخر لحد دلوقتي. انا عايز يبقى ليا ابن منك يا ريهام. افتكر انت كمان صح؟ مش عارف انا خايفه. ما تخافيش الموضوع يا سيدي اتقفل خلاص. صدقيني ياسين جاهز يا بطل؟ مالك شكلك قلقان؟ قلقان من العمليه ولا ايه؟ لا والله يا دكتور مفيش اي حاجه تقلق غير ابتسامه حضرتك الاوفر. لا ما تاخدش في بالك انا كده شكلي بشوش. انت ثواني ومش هتحس باي حاجه هتنام على طول. بقالك ربع ساعه تقول الكلمه دي مفيش حاجه حاسس بكل حاجه. ما تقلقش خالص. تعرف تعد من واحد لعشره بالشقلوب؟ شقلوب؟ معلش انا تعبت معانا شوية. ماشي. يلا. 10 9 8 7 وارجع وكل ما اقول وايه يمنع اخاف اسمع كلمه خلاص ما بقاش ينفع ينفع حاجات جوايا تعباني ومش بنسى وحشاني من البعاد لما وكل ما أقول وإيه يمنع أخاف أسمع كلمة خلاص ما بقاش ينفع ينفع حاجات جوايا تعباني ومش بنسى وحشاني من البعاد لما بيوجع
يا ريت يا زماني لو ترجع بينا تاني. نفسي يوم أشوف حبيبي في أحضاني. طب إزاي أنسى ده سايب لي في كل مكان ذكرى حلوة ما تتنسيش.